قبل ما ناخد رأي كميل في هذا الموضوع اللي هو كمان عنده ملاحظاته في الحلقة مع زميلي منى أبو حمزي في حديث البلد، قالت نضال الأحمدي إنكم تمنعتم عن دفع مترتبات الموظفين اللي كانوا عم يشتغلوا معكم، حتى اضطر كميل طانيوس أن يستعين ببعض أصدقائه ليحصلوا حقوقهم المادية منك تقريبا بالقوة قبل مغادرتك إلى مطار بيروت. يعني كنت عم بتحاول تتهرب لتروح للمطار وما تدفع حقوقه. يعني وبعرف كمان أنه في سيدة رندا المر المعدة كمان كانت بالبرنامج لم تتقاضى أجره. ست صباح نمي إلينا حسب وسائل الإعلام أنكم كنتوا واعدين بمبلغ معين ما دفعتوا إلا جزء منه، وهناك يمكن ما بعرف حتى إذا نضال الأحمدية لم تتقاضى المبلغ اللي متفقة هي وياكم عليه، وهي حسب ما بتقول بالإعلام إنه أعلى أجر مقدمة برامج كانت خلال شهر رمضان المبارك. طيب خليني برضو أكلمك بنفس الطريقة بالمنطق، كويس؟ لأي مكونات لبرنامج أوكي بيمثل 95% من الـ 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 التكلفة الإجمالية هي كالآتي: هي اجور الفنانين اللي جم، الاستوديوهات، الاوتيلات، الانتقالات، نعم. كل هذا الكلام تم سداده بالكامل. طيب. بالكامل، والمخرج تم سداده بالكامل. بس المخرج يعني خليني بس ايه اتفضل خليني بس اكمل بس ثانية بس انه معنى كميل كيف حصلت على على بدل اتعابك؟ مساء الخير بالاول. مساء الخير. اول شيء بدي امسيك بالخير مره ثانيه، ومسي الاستاذ عمر عفيفه بالخير. وبحب اقول لك توني شغله، انه انت بتعرف انه انا وياك والست نضال العلاقه اللي بتربطنا على نفس المسافه، مشان هيك ما بدي حدا يقطشني شو بدي احكي، لانه انا صار لي 9 دقائق اكثر. ما عم تاخذهم هلا من وقتك كمان، ما عم بقطش حدا. اوكي يلا. اوكي، اول شغله انا استقبلته للاستاذ عمرو عفيفي بلبنان استقبال كتير حار، وطلب مني وقت تعرفنا طلب مني انه نعطيه سعر لاستوديو بسعر كتير كويس، وكان عم بيصور هو غير مطرح، واجا واعطيناه اللي بيريده. ما غلطنا معه من اول مره. لما بلشنا تصوير البرنامج كان كل شيء هو كان راضي عنه، يعني صرت كمان رددت الكلمة أكثر من مرة، إنه هو كان يوقف بالكنترول روم ويصرخ إنه هذا البرنامج حيكسر الأرض. وأنا بالنسبة لي البرنامج إذا بالنسبة للكل فشل، أنا إخراجيا البرنامج منه فاشل، لأنه من البرامج يلي عامل فيه شغل أنا مثل غيره، يعني إخراجيا مقطع وطريقة الإخراج يلي فيه مميزه. وهذا يعني الشيء انت بتحمل هذا الشيء، انت بتحمل عمليه المونتاج مسؤوليه تشويه الاخراج الى حد ما. اول شيء نحن كنا متفقين انا واستاذ عامر انه رد علي مونتاجهم ببيروت. يصير المونتاج ببيروت. انا كنت بدي اسالك ليش ما عملت المونتاج بس اول ثلاث حلقات. اول ثلاث طيب. حلقات انت بتحمل المونتاج مسؤوليه تشويه البرنامج. انا شو بتحمل المونتاج مسؤوليه تشويه البرنامج؟ اكيد 200%، لانه طريقه المونتاج اللي بتصير عاده. استاذ عامر، استاذ عامر، طريقه البلوك. استاذ عامر، مين منتج البرنامج، حضرتك او نضال الاحمديه؟ الست نضال الاحمديه اللي منتجت البرنامج. شكرا، تفضل كميل. توني بدي اقول شغله، خلينا نسمع كميل شوي. تفضل. اليوم ماشي. اوكي تفضل. اليوم واحد وقت اللي يعمل مونتاج بيعمل مونتاج بطريقه البلوك، ما بيشيل سؤال وجواب. هو استاذ عمر، ما بيستعمل كاميرات الايزو. استاذ عمر عم بيقول انه نضال الاحمدية هي من اجرت عملية المونتاج ومش هو. لا، لانه هيدا الشيء مش صحيح، لانه هيدا لانه من بعد ما رجعت ست نضال الاحمدية على بيروت كان بعد عم يقطع حلقات على الهواء، وبنفس طريقة المونتاج اللي كان عم بيحط فريم وايت مثل ريبورتاج الاخباري يلي انا هيدا الشيء يلي اذاني اخراجيا. توني نعم. توني ممكن اعلق بس بعد كده؟ تفضل تفضل. الست نضال احمديه قعدت في مصر 14 يوم اوكي. نعم. وكانت بتحضر كل المونتاج بتاع الحلقات وشكل الحلقات.
انا مع كميل بقول له بقول الاتي: كميل عمل الحلقة الماستر او الحلقة الفاينل احنا ما خدناش منها 10%. ده ترو وكده، كلام مظبوط جدا اللي هو بيقوله. اوكي، انا مش معترض، انا هذا اللي بدي اسمعه بس. انما بعد اذنك، بعد اذنك كميل ما يعرفش مين اللي قاعد هنا في المونتاج عمل الاديتنج. اوكي، ولو انا النهارده عندي نيه ان انا اللي منتج، ما احترامي مش هجيب الست نضال احمديه على مصر وتقعد 12 او 13 يوم عشان تحضر المونتاج، وهي اللي سافرت بارادتها عشان عندها موضوع. يعني انا لو انا عايز اعمل المونتاج هاخد الحلقات واعمل مونتاج بالطريقه اللي انا عايز اعملها بيها، ومحدش عندي حاجه. بس فهو واضح جدا ان هي كانت موجوده وتشرف على مهنه المونتاج. طيب كميل، هل تهرب لحظه بس استاذ عمرو، هل تهرب استاذ عمرو عفيفي من اعطائك حقوقك الماديه؟ خلينا نخلص بس بقصه المونتاج، لان انا كان عم بعرف كثير منيح انه كان في ضيوف عم بفوتوا على المونتاج ويزبطوا حلقاتهم مثل ما بدهم. هي واحد مش ما أوكي. حصلش الكلام ده، ما حصلش ده حصل يا استاذ عمرو. استاذ ممدوح موسى من الاشخاص اللي كانوا بالمونتاج. اسف استاذ ممدوح موسى جه جاب ماتيريال زياده من عنده، كان المفروض يتحط، ما كانش الماتيريال ده موجود في العالم. بص استاذ كميل، لو سمحت عشان نتكلم كلام فيه منطق، اوكي، عايزين نتكلم على حاجه تنجبل انت شفتها بعينك او لمستها او بس عملتها. استاذ عمرو على حاجه بس سؤال، انت بتعتبر انه فشل الاخراجي، انت بتعتبر انه الفشل الاخراجي للبرنامج هو المونتاج، ايه اما لا؟